تستضيف مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية تحت شعار حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا بحضور نحو 4000 مشارك. وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، والتي كان آخرها عام 1999. كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية. المسألة هنا مش أي نوع من أنواع التمويل. إفريقيا تسعى بسبب مؤشرات النمو والتنمية فيها إلى مزيد من الاستثمارات ومزيد من المشاركة مع القطاع الخاص، سواء كان محليا أو إقليميا من إفريقيا أو من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وجود مؤسسة أو بنك مثل بنك التنمية الإفريقي بيسمح لنا بأنه يعطي نوع من أنواع الطمأنة الطيبة للمستثمر، خاصة إذا كان جديدا على الاستثمار في أفريقيا. يمكن حضرتك سمعت على أنه في قاعدة ذهبية للاستثمار، هو المخاطر والعائد. للأسف في حالة أفريقيا أنه المخاطر بيبقى فيه مبالغة فيها. ما بقولش أنه ما فيش مخاطر، فيه مخاطر، ولكن هناك مبالغة كبيرة في المخاطر التي تؤثر على الاستثمار، ممكن تكون بما يتجاوز الواقع. هناك عنوان لجهود كبيرة للوصول إلى استثمارات خضراء بالقارة الإفريقية، وهناك عدد من التحديات التي نواجهها الآن، وأيضا نتطلع من خلال الطموحات الكبيرة إلى حلول جذرية، خاصة بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر بإفريقيا. ونحن نواجه مواقف عديدة، خاصة بتمويل وموقف القطاع الخاص للتنمية المستدامة. أعتقد علينا أن نعمل كثيرا في تحضير مشروعات خضراء تنموية، وعلينا أن نقوم بمشروعات عديدة خاصة بالتقليل من التلوث. وأعتقد أنه علينا أن نتعاون معا من خلال مشاركة المعرفة التنموية والتعامل مع التغير المناخي وكيفية المحافظة على الطاقة. دور مصر الريادي في القارة الأفريقية والتحول السياسي اللي تم منذ تولي سيادة الرئيس المسؤولية في 2014 بالتحول إلى التنمية الأفريقية ومساعدة الدول الأفريقية، احنا بنبني وبن مصر بتهيئ بنية تحتية في دول أفريقية زي سد تنزانيا، مشاريع في أوغندا ومشاريع في تشاد والسودان قبل اللي حصل فيها. والحقيقة الدور دوت هو شهادة لثقة الدول الأفريقية وثقة المجتمع الدولي في التنمية الاقتصادية اللي موجودة في على كافة المحاور.